الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دائما دروس الشباب سانك للمبتدئين سنة أولى، إذا الحصص الأولى إن شاء الله. إذا بعد ما توفقنا بعون الله بتثبيت فيزيا ستوديو كود، الآن سنقوم بإنشاء أول صفحة. قبل ذلك أحبائي الكرام، سنذهب إلى سطح المكتب لنقوم بخلق مجلد من خلاله نقوم بتجميع مختلف الصفحات، وبالتالي ضغط زر أيمن على سطح المكتب ثم الذهاب إلى نوفو على نيو فولدر، مثلا ستاتيك 1. فوالا، اذا لاحظ معي احبائي الكرام، اذا سنقوم بالعوده الى سويتش تو فيزيوال ستوديو كود، وسنقوم بجر هذا المجلد داخل هذه البيئه. اذا كطريقه اولى، إذا مجرد أن نقوم بجر، إذا لاحظ هنا أصبح عندي أحبائي الكرام بيئة عمل داخل هذا المجلد، سيت ويب ستاتيك واحد، وعلى لاحظ سيت ويب ستاتيك واحد أحبائي الكرام، ويمكننا من خلاله وضع جميع الملفات التي سنقوم بإنشائها داخل هذا المجلد. إذا طريقة أولى. طريقة ثانية، سأذهب إلى فايل ثم أوبن فولدر. إذا فايل يعني ملف أحبائي الكرام، أوبن حل قم بفتح فولدر عبارة عن ريبرتوار أو عبارة عن مجلد نقوم من خلاله بتجميع مختلف الملفات، ثم نقوم بأوبن فولدر، ثم سنذهب إلى سطح المكتب أحبائي الكرام ونقوم باختيار ذاك المجلد الذي قمنا بإنشائه في أول مرة. إذا هذه طريقة ثانية. الطريقة الأولى طريقة سهلة جدا، تقوم بتصغير بيئة العمل هنا وتقوم بجر المجلد داخل هذه البيئة من العمل. إذا يا بسم الله على بركة الله، سنقوم بخلق أول ملف. إذا لاحظ معي أحبائي الكرام، سنذهب إلى الدرس الخاص ب دوبل فيترو سكول وسنقوم بإنشاء أول صفحة. إذا كما قلنا easy learning with HTML try it yourself، إذا قم بتجريبه لوحدك أحبائي الكرام. with our try it yourself editor، هنا في داخل دوبل فيترو سكول لديهم editor، يمكنك يعني يمكنك من خلال هذا الموقع أن تقوم بكتابة الكود البرمجي وتطبيقه داخل هذا الموقع الإلكتروني، لا يهمنا ذلك. إذا سنقوم بإنشاء إن شاء الله أول صفحة خاصة بالـ HTML. إذا سنذهب هنا أحبائي الكرام Introduction، فوالا كما قلنا سنذهب إلى HTML Basic. إذا HTML Basic Examples يعني بعض الأساسيات، بعض الأمثلة الأساسية في لغة HTML. In this chapter، في هذا الجزء we will سنقوم إن شاء الله show رؤية some basic HTML examples، بعض الأمثلة الخاصة بالـ HTML. قالك سيدي don't worry if we use tags you have not learned about yet، ما تخافش ولا لا ما تخافش الى لقينا استعملنا واحد لي تاغ اللي انت ما استعملتهمش. اذا السؤال ما اش هو تاغ؟ اذا غنمشيو للبراتيك ان شاء الله ونبينو كيفاش نقدروا اننا ننشئوا اول صفحه. يا بسم الله على بركه الله، سنذهب هنا الى زائد. لاحظ هذا زائد احبائي الكرام، اذا ملف زائد. اذا سأذهب هنا فوالا، ساقوم بتسميته يا بسم الله اكزومبل واحد فوالا دوت مثلا HTML. فوالا، إذا الحمد لله إكزومبل HTML. فوالا، إذا سنقوم بكتابة ما هو تاغ. إذا شنو هما تاغ؟ هما لي باليز. شنو هما لي باليز؟ هما عبارة عن مجموعة من الأوامر نقوم بتقديمها لـ HTML لكي يفهم ما نود أن نقوم من خلاله. أي تاغ يبتدي أحبائي الكرام بأصغر ثم ينتهي بأكبر. إذا هذا عبارة عن تاغ، وأما تاغ مقفل سيكون على الشكل التالي. إذا تاغ ما معنى؟ اون باليز يعني ان ليمو، عبارة عن أمر سنقدمه إن شاء الله لـ HTML. إذا إلى حد الآن لم نقم لم نفهم أي شيء. إذا سأقوم بكتابة الكود البرمجي. يا بسم الله، تقول عندما تريد أن تكتب HTML يجب أن تحترم مجموعة من الأوامر. أولا ستذهب إلى كتابة HTML، يعني ستقول للمتصفح بأنني أود أن أقوم بإنشاء HTML. فوالا، مجرد هنا في فيزيوال ستوديو أن تكتب HTML سيقوم بإقفال هذا العنصر. إذا إلى يعني إلى مو مفتوح إلى مو مقفل. إذا دائما التاغ يكون منطقيا. إذا كنسل استسمح. إذا لاحظ HTML، ثم داخل HTML هناك الهيد. ما معنى هيد؟ هيد يعني رأس الصفحة. هيد
هيدي يعني رأس الصفحة. ولا وهناك البادي أحبائي الكرام، يعني محتوى الصفحة أو جسم الصفحة، إذا أقل هيد كترجمة يعني هو الرأس أو مقدمة، والهيد هو الكور أو الجسم، إذا بادي. ولا آية دي آية أحبائي الكرام، إذا سنقوم ب فوالا. إذا لاحظ يعني أي صفحة الشامل يجب أن تبتدئ بالشامل سلاش الشامل، ثم تتوفر على هيد فوالا يعني المعلومات العامة إن شاء الله للصفحة فوالا. ثم البادي عبارة عن الكود البرمجي، الكود الخاص بهذه الصفحة. داخل هيد يمكن أن نقوم بإنشاء تاج HTML. إذا هدفنا فقط هنا الشامل لنسمي صفحتنا مثلا، نسميها my مثلا first، صفحتي الأولى my first web pages. voilà. يعني صفحتي عنوانها my first web page، كما انك تكتب مثلا صوره وتعطي عنوان، تقوم برسم لوحه وتعطيها عنوان ولا اذا الى غير ذلك. اذا تاغ، ما معنى تاغ؟ يعني باليز. ما معنى باليز؟ يعني واحد الامر ولا هنا ملي عطينا هنا سمحنا تايتل، سسمح هنا تايتل، سسمح احبائي الكرام هنا تايتل يعني عنوان، تايتل سسمح. يمكنك تغيير الأشياء التي قمت بكتابتها. تايتل يعني عنوان الصفحة my first web page. وعلى إذن هنا العنصر الرئيسي هذا يسمى root element. root element ما معنى root element؟ يعني العنصر الأساسي، يعني element principal أو tag principal أو باليز principal. root يعني الأصل. وعلى وداخل هذا الروت أحبائي الكرام تتوفر على الشنا. قدرنا نشدد الهيد هاي أحبائي الكرام ونشد هذا البودي. فوالا اذا داخلنا نقدر نمشي طن ولا عادي جدا ولا رجع. اذا هيد ثم بادي ولا نقدر ناخذ ولا اذا هنا نمشي هنا. اذا هذا الالم انتهى، هو نقدر نشدو، نقدر نشد هذا الالم الشامل هيد. اذا لاحظ بان الروت element الشامل يحتوي على عنصرين، العنصر الاول هو الهيد والعنصر الثاني هو البادي. اذا يمكن ان نقول هذا الشيء ينفعنا مستقبلا احبائي الكرام، بان ابناء الشامل، ابناء العنصر الشامل لديه مثلا اثنين من الابناء، الهيد الاول والابن الثاني البودي. ومثلا اذا ذهبنا هنا الى التاغ تايتل نقول بان التايتل هذا الاب ديالو شنو هو؟ شيلد، يعني شيلد اوف هيد. اذا بان هذا الهيد هذا يمتلك ابن، والهيد هذا الاب ديالو احبائي الكرام هو الشامل. اذا هذا الشيء تسموه مجموعه من العناصر الشامل. اذا لاحظ هذه الصفحه اولى، اذا الى حد الان لم نقم بفهم الاشياء، اذا فقط اريدك ان تستوعب ان ضروره كتابه الشامل سلاش الشامل هيد سلاش هيد بودي سلاش بودي لتتمكن من خلق صفحه. اذا تخيل لو كان عندنا ملف، اذا تعلمنا كيفيه خلق الملف بالضغط على علامه زائد. اذا تخيل لدي ملف اريد ان اقوم بمحوه، اذا ضغط زر ايمن ثم ساذهب الى ديليت بالانجليزيه هي كوبي او سوبريمي. اذا ديليت سيقوم ب، اذا لاحظ الطريقه الاولى هي انصحكم في المرحله الاولى بتعلم مجموعه لتاغ HTML 5. يمكنك الاختصار، اذا يمكن تخيل ساقوم بخلق ملف اخر زائد، اذا ساعطي اكزامبل 2 .html. لاحظ اذا يمكنني ان اكتب مباشره الصفحه بدون فيزيوال ستوديو كود. يمكنك احبائي الكرام من كتابه صفحه بدون عناء، ولكن هذه المرحله دعها الى مرحله الاحتراف فوالا، لان يجب ان تقوم بمعرفه مجموعه من الاشياء، ثم عندما تكون عندك مجموعه من الاعمال وليس لديك الوقت يمكنك ان تضغط على علامه التعجب بوينت اكسكلاماسيون ثم اونتري في الكلافي في لوحة المفاتيح، اكتب على من استفهام واضغط على اونتري في لوحة المفاتيح، سنخلق الصفحة مباشرة. لاحظ اذا مباشرة، اذا لاحظ دعنا نتمعن الان في بنية الصفحة. اذا لاحظ
كما قلت لكم سالفا الشمال الشمال لانجويج هناك انجلش فوالا تساوي اذا سيعطيني مجموعه انجلش فوالا. اذا للرجوع الى الى الاشياء التي كتبناها مسبقا نضغط على كنترول زد كنترول زد كنترول زد فوالا كنترول زد تمكنك من الرجوع الاشياء التي كتبتها مسبقا او يمكنك الذهاب هنا الى ايديت كاين اندو احبائي كنترول زد وكنترول ايغريك الاشياء يعني يمكنك اعاده الاشياء واسترجاعها. اذا لاحظ جيدا كما قلت لك الشمال الشمال فوالا فوالا وداخل الشمال هناك الهيد الذي تكلمنا عليه وهو راس الصفحه وهناك البادي لاحظ هناك البادي احبائي الكرام الهيد فوالا. اذا داخل الهيد هناك تايتل التي قمنا بشرحها في المثال الذي كتبناه يدويا. اذا تايتل تعطيك احبائي الكرام العنوان. ما معنى علامه تعجب دوت دوك تايب HTML؟ يعني هذه الصفحة هي صفحة خاضعة لـ HTML 5 الإصدار الخامس لـ HTML. هناك مجموعة من الإصدارات الخاصة بـ HTML ومن بينها الإصدار الخامس إذا HTML 5 دوك تايب HTML 5 يعني صفحة جديدة صفحة حديثة جدا تستعمل لغة البرمجة الحديثة الخاصة بـ HTML لأننا مررنا من مجموعة من الإصدارات في لغة البرمجة آخرهم HTML 5 أحبائي الكرام. إذا يجب أن تكتب دوك تايب HTML لتجعل المتصفح يعلم أنك بصدد كتابة صفحة HTML. HTML يعني يمكنك هنا أن لا تكتب Language English فقط HTML لكن Language English يعني تقول متصفح أن لغتي هي اللغة الإنجليزية وعلى ليأخذ بعين الاعتبار ناحية الترجمة عندما نقوم بترجمة سيعطيك خيارات أخرى كالفرنسية وإلى غير ذلك. إذا أحبائي الكرام هنا الهيد كما قلنا تايتل هو العنوان وهناك أشياء ميتا. إذا ميتا يمكنك ما شئت أن تكتب من العناصر الخاصة بميتا. ما معنى ميتا؟ شارسات UTF-8 يعني هناك يعني طريقة كتابة الحروف. لاحظ كل لغة هناك اللغة الروسية هناك اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة العربية وهناك يعني الحروف غير متشابهة في اللغات المستعملة لأنك أنت تود من خلال هذه الصفحة الخاصة بالشمال كتابة صفحة تحتوي على نصوص وهذه النصوص تابعة لأحد اللغات وبالتالي ستحدد طبيعة اللغة ليقوم المتصفح باحترامها لأن هناك بعض الحروف في اللغة الروسية غير موجودة في اللغة اللاتينية وبالتالي عندما تقول له شارسات UTF-8 يعني لينيكود التأفيوت يعني يمكنك أن تكتب بالعربي بالفرنسي بمجموعة من اللغات أحبائي الكرام. هنا أحبائي الكرام كما قلنا ميتا نيمس أنا فيو بورت كونتنت ويدد ديفايس ويدد إنيسيال هذه خاصة بيعني الصفحة يا إما سترى داخل المواقع الحاسوب داخل متصفح في الحاسوب أو يمكنك أن تدخل للموقع الإلكتروني انطلاقا من الهواتف من تنقل ديفايس أحبائي الكرام يعني الهاتف النقال أو الطابلت أو اللوحة الإلكترونية أو الحاسوب وبالتالي هذه الأشياء الأولى والثانية سنقوم بدراستها لاحقا وهي غير ضرورية في بعض الحالات سنقوم إن شاء الله بشرحها مستقبلا. إذن ما يهم الأساسيات أحبائي الكرام يا العنصر الرئيس الشمال هو الهيد يعني رأس الصفحة وهنا يمكنك كتابة الكونتنت أو محتوى صفحتك من خلال مجموعة من النصوص أو من خلال مجموعة من الأشياء. إذا ما هي التاغ خلاصة الفيديو كامل التاغ هو هذا هو محلول تتسدي هنا بالدارجة تسمى تاغ ولا تسمى إليمنت بالإنجليش إليمنت ولا إليمون بالفرنسوية وأي واحد حليتيه تتسديه بهذه القضية هذا. إذا شكرا لكم وإلى اللقاء أحبائي الكرام في فيديو آخر يشرح لنا الشمال من البداية إلى الاحتراف. شكرا لكم.